بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر لقى جمهور الاهلي والزمالك بيقولوا له معلش الشناوي وجباسكي رايحين لك من الاهلي ومن الزمالك ومستواهم عالي وطب طب. الحضري قال لك لا معلش انا سبب انتصار منتخب مصر على منتخب الكاميرون. ليه يا حضري؟ خير اللهم اجعله خير. هعرفكم سر الازازه اللي بعتها لابو جبل. بس مش دلوقتي. ايه ده ازازتي يا حضري؟ انت بعت ازازه لابو جبل؟ الازازه دي فيها ايه يا حضري؟ خير اللهم اجعله خير. طلع عصام الحضري شغل دماغه في ضربات الجزاء وبعت ازازه ميه فيها ورقه مكتوب فيها الزوايا بتاعه لعيبه منتخب الكاميرون المفضله ليهم اثناء تصويب ضربات الجزاء، اللي هو الله عليك يا حضري، الله عليك يا حضري. كفر البطيخ احسنت والله يا حضري، دماغ شغاله مش بتنام والله، كما قال مروان بابلو. الله عليك يا حضري. الازازه دي بقى حضري فكرتك انت يا اسطى؟ ده انت سرقها من تيم كارل حارس نورتش سيتي اللي عملها في 2020 قدام توتنهام. بصراحه الفكره قديمه بس ملعوبه يا حضري وعجبتني والحمد لله رب العالمين. يعني هو بصراحه يعني الناس بدات تركز معاه والصحافه العالميه، يعني في صور كتيره منتشره للازازه وهي فيها ورق من جوه وجبل عمال بيراجعها، بس الحمد لله رب العالمين المراجعه النهائيه بتاع جباسكي انتجت على صد ضربتين جزاء. بصراحه حاضر لو عملت كده فنرفع لك الشابوه من هنا لهنا. وبص يا اسطى سرب التشكيل زي ما انت عايز وخد فلوس زي ما انت عايز من المراسلين مقابل انك سرب لهم التشكيل، بس امانه عليك لما يجي ضربات جزاء تاني ابعت لابو جبل اي حاجه غير الازازه عشان الفكره دي اتهرجت يابا. بصراحه حاضر لو عملت كده اديك الشابوه والريسبكت تاني. والناس اللي هتقول لك ده غش انا بصراحه يعني لما تيم كارل عملها الناس قالت لك مكر ودهاء، فلما جبل والحضره يعملوها مش عارف هتتصنف ازاي عند الوطن العربي. بس بصراحه فكره عجبتني جدا. هتقول لي بقى تكتيك ولا مش تكتيك؟ كسبت ضربات جزاء، الحضره شغل دماغه وبعت لجباسكي. الحمد لله رب العالمين والله، شغل دماغك ربنا يكرمك، الله عليك يا حضره. فيديو خفيف و وقعة كانت مهمة لأن هي بالنسبة لي هي اللي فرقت في فوز منتخب مصر لضربات الجزاء، تصدي محمد أبو جبل لضربات الجزاء هو اللي خلص المباراة، فبصراحة لو الحضري عمل كده ف 85% من الانتصار لعصام الحضري والباقي لمحمد أبو جبل اللي قام بالتنفيذ، فلا احنا ناكس بقى، خلي 85% لجباسكي و 15% للحضري، الحضري شغل دماغه وجبل نفذ. لو عجبك الفيديو اعمل لايك او سبسكرايب ونفذ، لو ما عجبكش الفيديو قول إن دي هبدأ، بس أنا هنزل لك الصور كلها عشان نتأكد.